متاح لجميع الباحثين داخل وخارج مصر على شبكة الإنترنت، إن الجهة المنظمة والمنفذة هو المجلس القومي للسكان، حيث تم تدريب فرق لتجميع البيانات وإدخال البيانات من داخل المجلس القومي للسكان. الـ NPC Pipeline هو أداة فريدة لفهرسة وتلخيص وتسجيل وأرشفة ومشاركة المعرفة، وبالتالي سيتم به تحديد الفجوات وتكنّب التكرار والتركيز على الموضوعات الجديرة بالبحث. الـ NPC Pipeline يمكن تحديثه سنوياً، وممكن إصدار منه مؤشرات بيبليومترية بتدينا فكرة عن البحث العلمي تجاه الدراسات السكانية والصحة الإنجابية في مصر. أهم مراحل إعداد الـ NPC Pipeline كانت مرحلة تجميع البيانات، ومرحلة إعداد وتجهيز البرنامج الإلكتروني، ومرحلة إدخال البيانات. مرحلة تجميع البيانات تم فيها تدريب فريق جمع البيانات الميدانية، وتدريب فريق لجمع البيانات الإلكترونية، وتدريب فريق لمراجعة جودة ودقة جمع البيانات. مصادر البيانات عندنا كانت أساساً دراسات المراكز البحثية، ودي تم النزول ميدانياً لجمع هذه الدراسات من حوالي 44 مركز بحثي. ثانياً الرسائل العلمية، وبالنسبة للرسائل العلمية تم تجمعها إلكترونياً من موقع اتحاد مكتبات الجامعات المصرية. وطبعاً التجميع الإلكتروني بيساعد في توفير الوقت والمجهود والتكلفة، وبيقلل عامل الخطأ البشري. ثالثاً هي Pipeline Database، وبرضو تم التجميع إلكتروني. ثانياً مرحلة إعداد وتجهيز البرنامج الإلكتروني، ودي تمت بالتعاون مع المجلس القومي للسكان، مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء. وكان فيها برنامج الـ EIS، وهو مكتبة إلكترونية متكاملة ويب بيست، وبيمتاز بسهولة ومرونة في الاستخدام. ثالثاً مرحلة إدخال البيانات، وتم تدريب فريق إدخال البيانات على برنامج الـ EIS، وتم أيضاً تدريب فريق مراجعة جودة ودقة إدخال البيانات. بعض الإحصائيات الأولية، عدد الأبحاث الكلي كان حوالي 1596 بحث. بعد حذف المقرر أصبح العدد الكلي هو 1442 بحث. لو قارنا آخر بيبليوغرافيا سنة 2005، من 2001 ل 2005 كان عدد الأبحاث الكلي اللي صدر منها 556 بحث. أما المحتوى الحالي للـ NPC Pipeline من 2005 ل 2013 هو 1442 بحث. الـ NPC Pipeline الموقع الإلكتروني بتاعه هو www.npcpipeline.gov.eg. وقدام حضراتكم دي سكرين شوتس من الموقع. اللي قدامنا هي الصفحة الرئيسية للموقع، والصفحة الرئيسية فيها طريقتين للبحث، بحث بسيط وبحث مركب. بالنسبة للبحث المركب بيسمح بالبحث بنوع الوعاء واللغة والموقع وسنة النشر وطبيعة المحتوى ومكان النشر، وأيضاً بيسمح بالبحث عن طريق البحث داخل العنوان أو داخل اسم المؤلف أو الموضوع أو الناشر أو الكلمات الدالة أو الـ ISSN لو كتاب أو مجلة. ثم بعد كده بنبتدي نحط الكلمة اللي احنا عايزين نبحث عنها، بنحطها في مكان البحث وبندوس على مؤشر البحث، بتطلع لنا النتائج زي ما انتم شايفين. النتائج ده هي ممكن اغير البرنامج، يعني بيسمح بتغيير طريقة العرض بتاعتها، وبيسمح بطرق متعددة للطباعة، سواء طباعة مختصرة او طباعة مفصلة.
وأخيرا حاليا بيتم إعداد نسخة ورقية وطباعتها من المحتوى الحالي للـ NBC Pipeline. شكرا. نشكر باسمكم الدكتورة ولاء خالد مستشار الصحة الإيجابية بالمجلس القومي للسكان، ويعني ملخص ما قالته عن الـ NBC Pipeline أنه موقع مفتوح لجميع الباحثين ومتخذي القرار وصانعي السياسات ومخططي الاستراتيجيات والبرامج. إنما يعني اللقاء الصحفي فليتفضل. هل هناك أي استفسارات أو مناقشات؟ شكرا جزيلا. على خدمات المنزل الوسطى حيث أن المشكلة السكانية في مصر يمكن المشكلة الأولى فيها وهي في الزيادة السكانية والانفلات السكاني، فاحنا معنيين بقضية تطبيق خدمات المنزل الوسطى برضه بإذن الله بعد ما نجد كل الدعم من وزارة الصحة برضه مزيد من الدعم من وزارة الصحة للجمعيات والمؤسسات التحتية وصف المعالي الوزير زي ما تشرح ان هناك عجز واضح في الاطباء المتخصصين او مقدمي خدمات تنظيم الاسره، حتى هذا العجز امتد الى وكان العجز الصحيه النفسيه وامتد الى الجامعات والمستشفيات من دورها بالنسبه لتقديم الخدمات بدا يتراكم. يمكن الجامعات الاهليه بدات تركز على محور مهم وهو الانفوكسي وتغيير المفاهيم، وقد يكون ده لا يقل أهمية عن تقديم الخدمات. الأمر الأخير، كنت أتمنى أن يكون الاستراتيجية القومية للصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، لأن احنا لنا ظروف خاصة في مصر إن احنا معيين بقضية تنظيم الأسرة. أرجو أن تتضمن الاستراتيجية أن يكون هناك الحوافز الإيجابية لمقدم الخدمة ومن ومتلقي الخدمة، وده قد يكون من الأمور اللي احنا لابد ان نفكر فيها على اساس ان دي ممكن تؤدي الى يعني زيادة خدمات تنظيم الأسرة في مرحلة قديمة. شكرا معالي الوزير. في التغلب على اهم مشاكل مصر النهاردة وهو الانفجار السكاني، المشكلة السكانية، المشكلة السكانية في احد اعمدة مواجهة هذه المشكلة هي موضوع المعروض النهاردة والاستراتيجية القومية للصحة الإنجابية. لما الأسرة تنجح في إن هي قرار الإنجاب يبقى بإرادة الأسرة، ده شيء مهم جدا، وده هتساعد عليه تفهم المجتمع والمحاور الثلاثة بتوع الاستراتيجية اللي احنا اتعرضت قدامنا النهاردة لهذا الموضوع. الموضوع ده في غاية الأهمية، الموضوع ده كل من يعملوا فيه لازم يعملوا فيه بمنتهى الجدية، لأن زي ما قلنا يا جماعة مصر عندها مشكلة كبيرة جدا. المشكلة إن هم المجتمع مش حاسس بخطرتها بالقدر الكافي. كلنا عندنا إحساس بمشكلة عدم الاستقرار أو الإرهاب، كلنا عندنا إحساس بالتراجع أو التباطؤ الاقتصادي، لكن المشكلة دي تأتي في مقدمة المشاكل اللي بيعانيها المجتمع المصري النهاردة، لأن احنا بننمو ب2.5%، النمو الاقتصادي مش قادر يجاري هذه الزيادة، الموضوع هو تراجع مستمر في مستويات المعيشة، وده اللي احنا لابد ان احنا نواجهه كلنا بالاهتمام بالمشكلة السكانية. بكرر شكري للمجلس وبكرر شكري لكل اللي عملوا على هذه الاستراتيجية، وأرجو ان المجتمع يعي أهمية الالتفات لهذا الموضوع المهم. شكرا. طبعا هذا المؤتمر مهم جدا بالنسبه لمصر بالكامل، وخاصه المحافظات اللي هي الريفيه، لان موضوع الصحه الانجابيه بيتعلق بالام وبالطفل. ففي القرى هذه الظاهره مهمه جدا، لان احنا اي محافظه اقليميه ريفيه بيبقى 70% في القرى و30% في المدن، فالنسبة الأعلى من سكان مصر موجود في القرى. أنا بصراحة المجهود اللي بيبذل على الواقع موجود طيب، لأن بالنسبة للأم والطفل احنا كمحافظة عندنا مع وزارة الصحة أهم حاجة الأم من يوم الحمل حتى الولادة بيبقى فيه اتصال مباشر مع مكتب صحة الأسرة ومكتب تنظيم الأسرة في الوحدة الصحية في القرية. نمرة 2،
ان الاطفال عندنا في القرى الزواج الاقارب بيؤدي الى نسبة كبيرة جدا من الاعاقة، ودي نقطة مهمة جدا ذو الاحتياجات الخاصة، لان الصحة الانجابية هي تتعلق بالعدد اللي طالع ونسبة الانجاب ونوع الانجاب. يعني الطفل اللي طالع صحته قدرته على التعامل مع المجتمع دي نقطة مهمة جدا. فطبعا من ضمن التوعية مهم جدا ان احنا نوعي تقليل بقدر الامكان زواج الاقارب، دي نقطة مهمة جدا لانها بتؤدي في الاجيال الاولى او التانية، الجيل التاني او التالت او الرابع ممكن يبقى فيه مشكلة بالنسبة لاولادنا. احنا عندنا محافظة بحيرة 12 مدرسة للاعاقة الذهنية والصم والبكم، نسبة عالية كبيرة جدا، ومدارس والجامعات الأهلية. نمرة 2 نسبة للحضانات الأطفال، بصراحة وزارة الصحة أيما موجود جامد جدا معانا، يعني السنة اللي فاتت واخدين 51 حضانة جديدة، السنة دي 143 حضانة. رجال الأعمال والبر والجامعات الأهلية بيساعدوا في هذا الاتجاه، لأن نسبة عالية جدا من الأطفال بتحتاج إلى حضانات فعلا في هذا الاتجاه. فالعناية الصحية للطفل والعناية الصحية للأم أعتقد أهم شيء في الصحة الإنجابية وخاصة في القرى. النقطة المهمة الثانية السكن، لأن السكن في القرى بيبقى 2-3-4 أخوات قاعدين في بيت واحد، فهنا الصحة الإنجابية مطلوبة جدا، لأنه ممكن يبقى في داخل البيت ما فيش انفصال ما بين أسرة وأسرة. نمرة 2 احنا برضو الدولة كانت الأول في الأسر السكن اللي هو ذو الرعاية الخاصة أو ذو الاحتياج كان بيبقى أوضة وصالة، دي اترفضت والدولة اتجهت إلى اتجاه آخر إن لازم مينيموم يبقى فيه أوضتين وصالة، بحيث يبقى فيه فصل ما بين الأم والأب والأولاد، لأن دي مهمة جدا بالنسبة للصحة الإنجابية والمستقبل. فأنا أعتقد إن على الواقع في خطوات ملموسة ماشية، ولكن محتاجة الوعي أكثر من ناحية الإعلام، من ناحية الجرايد، المجلات، الإعلام المسموع، الإعلام التلفزيون، علشان يشعر كل مواطن الوصول له. لأن للأسف الفئة اللي أنا عاوز أتعامل معاها وتعمل عملية تطوير للصحة الإنجابية هي اللي ما بتقراش، ما بتشوفش التلفزيون، ما بتسمعش، ما بتقراش مثلا جرايد، فكيف الوصول لها بحيث أن أنا أوعيها في هذا الاتجاه. وشكرا فن. الصحه العامه بيطب الشمس ليها استاذ دكتور جمال ابو سرور، وبنهنيكم وهني القطاع السكان والمجلس القومي ان في استراتيجيات اخرى حديثا تمت، برضو الاستراتيجيه القوميه للسكان والتنميه والاستراتيجيه للبرنامج القومي لمكافحه الايدز. يعني تعليق ان يا ريت يبقى في تكامل وانتجريشن مع الاستراتيجيه القوميه للصحه والورقه البيضاء والاتجاهات الاستراتيجيه، لان ساعة التنفيذ حضرتك مين اللي بينفذ؟ الفريق الطبي في المحافظات وفي الوحدة الصحية لازم يعرفوا هم هيعملوا تبع أي استراتيجية وهيشتغلوا في إيه، لأن في طبعا تشابه كبير، فأملي أن يبقى فيه تنسيق. بالنسبة لمد مظلة التأمين الصحي، احنا عندنا مسودة القانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل بدأت في الحوار، وحضرتك أطلقت الحوار في 5 أغسطس الماضي، ودي فرصة برضو أن احنا نقول ان القانون الجديد دوت بيغطي الصحة الإنجابية كجزء من باقي الخدمات اللي بتقدم للرعاية الصحية الأولية وطبيب الأسرة، فهي متغطية بالفعل في التأمين الصحي. عز علي قوي ان انا اقرا في التحديات اللي هي وجود ازدواجية في تقديم الخدمة الصحة الإنجابية نظرا لتفعيل نظام طب الأسرة جنبا الى جنب. يعني نفسنا ان يبقى فيه الانتجريشن والتجامل في طب الأسرة، وخاصة ان هي جزء من البيزك بينيفيت باكج اللي بتقدم. شكرا. وجه مقدم الخدمة والقائمين على البرامج اذا كانوا مديرين او مشرفين، بتلزم وزارة الصحة مع المجلس القومي للسكان والجهات المعنية كلها بالصحة الإنجابية بأنها تقدم الخدمات بشكل يلبي احتياجات المجتمع المصري وبجودة متميزة. الخدمات هتقدم في الفترة اللي جاية متكاملة تحت نظام طب الأسرة التي تتبناها وزارة الصحة. محتاجة من خلال الاستراتيجية ديت ان احنا نوفر أدوية صحة إنجابية لكل أفراد الشعب، محتاج ان احنا نوفر وسائل ملحمة لكل الناس، محتاج ان احنا نخلي فيه دكتور وممرضة مدربين في كل عيادات،
احنا العيادات دلوقتي فوق كمثال يعني عيادات فوق 5500 عيادة تنظيم أسرة، انما مش بيكفوا احتياجات الشعب اللي بيتزايد الاعداد. احنا بن 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 بنزيد بمعدل النمو السكاني 2.6، ونتمنى ان احنا نسيطر في نفس الوقت اللي احنا بندعم فيه الخدمة نسيطر على النمو السكاني في نفس الوقت. خمس سنوات دي مرحلة، هي مش مدة نهائية. احنا من ساعة المؤتمر الدولي للسكان والتنمية في 1994 واحنا بننفذ برامج للصحة الانجابية، بس برامج منفصلة ومفتتة. بمعنى ايه مفتتة؟ في برامج لتنظيم الاسرة لها ادارة منفصلة ولا نظام معلومات منفصل ولا نظام بتقديم خدمات بيبقى منفصل، وفي رعاية الامومة رعاية الطفولة ورعاية الامومة، وفي الخدمات الرعاية او علاج الامراض المنقولة عن طريق الجنس، وفي توعية للشباب، وفي عيادات منفصلة في كل حتة. مصر فيها موارد كتيرة جدا، بس طريقة تشغيلها هي اللي مرهقة للميزانية، والميزانية اصلا هي لا تكفي. وكل هذه البرامج تم تصميمها من خلال معونات خارجية علشان نبدأ ننطلق الفترة اللي جاية. فالهدف كله ان انت تقدم الخدمات كلها في جلسة واحدة للسيدات او للأسرة، في نفس الوقت تحاول بقدر تدور على وسائل او اساليب تخفض من نسبة وفيات الاطفال، من نسبة وفيات الامهات، وتخفض من نسبة الخصوبة. احنا معانا المفروض ملتزمين باهداف هنقول انها قومية، بس قدام العالم هي اهداف عالمية. وفيات الامهات احنا في دلوقتي مشكلة بنعاني منها، بعد ما كنا انجزنا انجاز خطير بالنزول من 172 لكل 100,000 مولود حالة وفاة سنويا، دلوقتي احنا وصلنا ل 55، وده انجاز. بس احنا ملتزمين قدام العالم السنة دي ان احنا نوصل ل 45 علشان اقفز 5%، موضوع مش سهل. بس في المقابل وفيات الاطفال اقل من 5 سنوات انجزناها، حاجة جميلة ان العالم بيحطنا قدام تحدي لمصلحة الشعب. بس علشان نقدر نحقق الاهداف دي لازم نغير من اساليبنا وادواتنا وبشكل مختلف. برنامج الاصلاح الصحي بدأ من سنين طويلة وبرضو معوق، اللي فيه منه قانون التأمين الصحي ونظام طب الاسرة. ادارة هذه البرامج في الفترة الحالية محتاجة اعادة نظر، والاستراتيجية دي بالنسبة لنا خطوة للامام علشان نقدر نلبي احتياجات المجتمع بشكل منهجي وبشكل الناس ممكن تفهمه. المسجد له دور مهم، لانه المسجد وتوعية بالنسبة للزوج، والزوج طبعا لما بيروح البيت ويتكلم على مع الزوجة بين هذه المعلومة. الكنيسة لازم يكون لها دور، احنا كمحافظة وكوحدات محلية لازم يبقى لنا دور، وكيل وزارة الصحة والوحدات الصحية المنتشرة، لازم الاطباء الصغيرين يبقى مسؤولين عن التوعية بالنسبة للام. كجهات بقى تنفيذيه في الدوله ان احنا بنحاول بقدر الامكان ان كل يبقى في كل مركز مستشفى ملائمه، بنزود عدد الاسره بالنسبه للعمليات بالنسبه للام. وطبعا انا برضو بناشد الام والدكتور اللي هو الانجاب الطبيعي. احنا للاسف كلنا بتحول دلوقتي الى انجاب القيصريه، وده برضو بيمثل مشكله انه ممكن ياثر في ان الطفل يبقى له اعاقه بعد كده نتيجه هذا، انما بنستسهل الامور ودي مش صح. للأسف احنا مصر اكبر دولة في العالم نسبة ولادة بالقيصرية، يعني الدول المتقدمة جدا في انجلترا والمانيا وفرنسا الولادة عندهم الطبيعية اكتر مننا، يعني نسبة 70%. احنا عندنا للأسف القيصرية حوالي 80% والولادة الطبيعية 20%، وده عامل مشترك ما بين الدكتور وما بين الام. حضرتك شايف ان الامية ممكن تقف حائل الى حد ما في وصول هذه التوعية للمرأة؟ شوف الام اللي هي ما بتعرفش تقرا ممكن بالكلام هتفهم، فعشان كده انا بقول لحضرتك انا كراجل طبيب قاعد في وحده صحيه المفروض ان انا اعمل ندوه للامهات، ابقى مسؤول اجيب ندوه امهات واتكلم معاهم، انما القرايه مش هيقرا. الراجل اللي في المسجد يتكلم، يبقى الكلام اهم. النقطه الثانيه ممكن هي تسمع من التلفزيون، فعشان كده التلفزيون، لان الام والاب في بالليل في القرى عندنا يحبوا يسمعوا تلفزيونات بالليل قوي. فالنقطه دي مهمه ان انا كل البرامج التلفزيونيه لو دخلت في نقطه تفهم بس بالحاجه البسيطه، وصلها بالمفهوم البسيط والاقناع البسيط، اعتقد الام هتقتنع.